ماجدة محمود رئيس تحرير مجلة حواء. دورنا ان مجلة حواء عملت مبادرة من خلال دعوة لنشجع فيها اولادنا على التبرع، يعني احنا بنقول شجعي ابنك على التبرع، يعني ابنك وبنتك، ودي يعني حالة من حالات التحفيز الابناء على انهم يشاركوا في اي هدف قومي او في اي حلم مصري. احنا عندنا دلوقتي قناة السويس الجديدة، حلم مصري بنلتف حواليه، فاحنا بنقول شجعي ابنك ان هو يشارك او بنتك انها تشارك وانها تحس بمسؤوليتها تجاه وطنها. تصطحب ابنها او بنتها وتيجي تتبرع لصالح قناة السويس وتقول من خلال واقع فعلي ان احنا بنشارك اهو، وان اولادنا بيشاركوا، انهم حاسين بالمسؤولية، مش مجرد انهم بيتفرجوا على الحدث من بعيد وخلاص. بقول لهم ان احنا ندفع اولادنا على التبرع ولو بخمسة جنيه من مصروفهم، بقول ان ده حاجه مهمه قوي للبلد، وبقول تاني ان جنيه على جنيه او خمسة جنيه على خمسة جنيه بتعمل حاجه كبيره قوي في الاخر، وكل ده مش لينا احنا، لمستقبلهم هم. عندنا الدكتور عبد الرحمن عبد الله النجار، عندنا المستشاره تهاني جبالي، عندنا الاستاذه فاطمه نعوت، عندنا الدكتوره راندا رزق، عندنا البابا يؤنس، عندنا ناس كتير جدا جايه او بتشارك يعني.